مع عوارض ضبابية التفكير والتركيز المستمرة خلال الحرب. كل التفاصيل مع المعالجة النفسية دانيا دبيبو درويش. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. شو بدي أقول؟ الحمد لله. ما فينا غير ما نقول الحمد لله لنقدر نضلنا مكملين ومستمرين. يعني عن جد انطلاقا من هالمشاهد شفنا الغبار، شفنا الدمار، شفنا الضباب، شفنا الدخنة السوداء الطالعة، قد نحن أفكارنا ضبابية كمان بظل استمرار هيدي الحرب. عم بتأثر علينا هالمشاهد. ما ضروري بس اللي قاعد بالخطر يصير عنده هالضبابية بالتفكير. اليوم بدنا نشدد على لنقول للناس انه يمكن اللي عم بتحسوه كلكم طبيعي بظل هيدا الظرف. هيدي البرين فوج بالانجليزي بسموها. بصير الواحد قدراته العقلية بتتلخبط شوي، بصير ما قادر يركز، بصير عنده مشكلة نسيان كتير. يعني مرات بفوت على الأوضة انه شو كنت جاي اعمل، بينسى. نحن قبل الحرب اصلا ناسيين، فكيف هلا الوضع؟ يعني سو هلا عم بتزيد من هيدا الضغط اللي عايشينه، ما عدنا نقدر نساوي شغلتين ثلاثة مع بعض. يعني مرات تكوني عم تحكي على التليفون بس عم بتحضر اكلات الاولاد مثلا، بصير في تخبيص، بتنسي الملح بالطبخ مثلا. سو بصير في هول الاخطاء، بصير في ارهاق ذهني، يعني خاصه للناس اللي عم بيتبعوا الاخبار كل الوقت، يلي كل الوقت على شاشات التلفزيون. سو هيدا يعني بالاخر حيصير الواحد ما قادر يفكر يجمع معلومات صح لياخذ قرارات. سو في ناس بدون حرب مرات بتصير عندهم هيدي الضبابيه التفكيريه بسبب امراض جسديه او مشاكل نفسيه او اي اشياء تانية. بس اللي تخيلي اللي عندهم هولي واجت الحرب عليهم فوقها عم بتزيد. حتى المشاهد، يعني نحن لما هلا شفنا هيدا الانسان المتعاطف كمان، يعني هيدي بتعد صدمه لانه بتعمل له هيدا القلق، خاصه اذا عم بفكر انه طيب بركي اجى دوري، بكره بركي ضربوا الحي تاعي، بركي ضربوا البنايه اللي انا فيها. سو كثره هالمشاكل القلق هاي بتخلي للواحد يبطل يقدر يفكر مزبوط. وهيدي للناس اللي عايشين بالخطر مثل اغلبيتنا هلا، التفكير المضبوط كثير مهم، لان انت في معركه بقاء بدك تاخذي قرار. طبعا بدك تاخذي قرار بالوقت الصح، خلينا نقول مزبوط. يعني طيب هل في يقول انا انه ممكن نحن نشتغل على حالنا بشكل نقدر نمرن عقلنا انه يفكر صح؟ يعني لانه اذا خليني اقول اذا الحرب طويله الضبابيه رح تضل موجوده. مزبوط. هلا قبل ما نوصل للحلول بدنا نشوف كمان العوامل اللي عم بتزيدها سوءا. مثلا اذا بنبحث الاسباب، اغلب الناس هلا عم بيشكوا من قله النوم هيدي كثير. انا عم اقول هلا نفس الشيء. عم اقول ما عم بقدر نام مزبوط. كل الوقت قلقانه بدون ما، يعني مع انه بكون كثير تعبانه بس ما في عندي نظام نوم مثلا 6 ساعات مزبوطين. انا ما قلت لك اكثر، حتى بس 6 ساعات ما انهم موجودين. سو هاي كثير مهمه لانه هي بتودي عامل اساسي للضبابيه بالتفكير وقله التركيز. وفي ناس بيسعفوا حالهم انه بيصيروا بياخذوا اشياء ادويه لتساعدهم على النوم، بس هيدي بتزيد الوضع. هيدي صرنا بحل بمشكله اكبر. يعني لانه هيدي بتزيد الضبابيه. ثاني يوم بفيقوا بعدهم مدردخلين، بعدهم ما قادرين يركزوا. نقص الغذاء كمان انه هيدي من اهم العوامل. يعني اذا الواحد ما عم بياكل اكل متنوع، اذا عم بياكل نفس الشيء او عم بياكل الاشياء اللي بنسميهم كومفورت فودز، يعني اذا سكريات كثير، نشويات كثير وهيك، وعم بيروح عليه فيتامينات كثير مهمه مثل الزنك، مثل الاوميجا، مثل الحديد، مثل الفيتامينات سي ودي. هول الاشياء كثير مهمين، هيك بنقول يا عم جربوا كلوا الاشياء كلها باعتدال، يعني ما تفوتوا فيها. الضغط النفسي اللي عم نقطع فيه من زمان، نحن صلنا كذا سنه، صح، هيدا كمان بزيد. يعني الهرمون ستريس بجسمنا كل الوقت عم بيفرز، عم بيعطل القدرات التفكيريه. سو هيدي ابدا ما منيحه. وسوري، وطبعا الصدمات الجماعيه اللي عم نعيشها بتخلي العقل دائما متنبه ودائما عرفتي موقف مثل بيعلق على شغله وحده، سو ما بتعودي بتقدري تركزي على شغلات ثانيه. في ناس عندهم عوارض طبيه، يعني في جماعه اللي عندهم الامراض المستعصيه مثلا السكر، الام اس، المالتيبل فايبروميالجيا، الغده،
يعني هو اللي اذا واحد عم بيعاني من هالشغلات هيدي عم بتزيد هلا بهيدا الوضع. مرات كثير بدنا نشوف شو العوامل التحتانيه. وبدي اقول شغله كثير مهمه، الكوفيد اللي مرقنا فيه كل حدا صار معه كوفيد ممكن كمان من زمان عم نضيع. الابحاث اثبتت انه عم بيصير في نسوان ونسيان وعم بنصير بطل قادرين نركز. سو بدنا نشوف نحن هي افضل الحلول الواحد يعرف شو خلفيتها. اذا الواحد عنده هل بتزيد؟ يعني هل هيدي الضبابيه الموجوده اليوم نظرا لكل هالاحداث المتراكمه والازمات اللي عم نعيشها، هل هي ممكن تزيد ولا خليني اقول لمشكله نفسيه أسوأ؟ هي شوفي يعني في ناس كمان المشاكل النفسية نسيت أقول أنا أنه كمان بتهيئ، فاللي ما كان عنده مشاكل نفسية يعني بصير عنده مشاكل القلق والاكتئاب هلا بالنسبة لهيدي الظروف. فإيه عم تتفاقم الشغلة. سو منشان هيك إذا بدنا نحكي بالحلول، نحن الأفضل شيء الواحد يعني يعرف شو الأسباب. عنده أمراض هي اللي عم بتخليه عنده هالضبابية بالتفكير اللي عم بتزيد هلا، سو بده يلجأ للطبيب تاعه كمان ويقول أنا عم بتزيد قصتي. إذا ناس عارفة حالها أنه عم بتخبص بالأكل، ما عم تاكل أكل صحي، كمان بدها تجرب تعدله. ومشاكل النوم بدهم يشتغلوا عليها، هيدي يعملوا نظام، لأن في ناس عم تسهر كل الوقت بلا عازم، أنه هلأ بعد شوي بنام وهلأ بعد شوي بنام. بتعرفي التوتر؟ ايه على التوتر دانيا، يعني بتكوني انت من يعني يا منك قادره تنامي يا بدك تنطري تتشوفي اذا بده يصير شيء، يعني انت دائما بحاله قلق دايم. مزبوط، منشان هيك بدنا نعمل اداره لهيدا التوتر، بانه اذا الواحد بيعرف حاله هيدول الاخبار كلها عم بتوتره معلش يوقف اخبار شوي. لان كمان بالليل في ناس كثير على التليفونات وعلى الايباد وعلى شاشه التلفزيون، كمان ما عم بيريحوا عيونهم يعني. ايه لا عيونهم ولا ذهنهم، يعني مرات بنقول يا عمي بدكم توقفوا هول الشغلات كلها ساعه قبل النوم، لانه في ضوء الازرق بنسميه هيدا تبع الشاشات، هيدا بصير باخرك من انه تنامي، بيعمل لك مشكله قلق. سو قبل بساعه الواحد بده يعمل هيك شيء نشاط بزهق بيرخي عرفتي ما يلعب ورقه التوتر يلعب ورقه في اذا ما كان الواحد عنده بده يربح وبده كذا عم بيوتر حاله. سو بدهم يشتغلوا على النوم ضروري، بانه يعملوا نظام كمان ما يشقلبوا ليلهم نهار ونهارهم ليل. معلي بهيدي الظروف الحركة كتير بتساعد، يعني بيقولوا لك 20 دقيقة كفيلة انه تحفز هالدماغ بيتنشط، وبس يتنشط بتصير بتقدر تركزي وتتذكري معلومات. سو بدنا نشتغل عليها. اللي عم بحس حاله كتير عنده ضبابية معلش صحيح ما يقدر يساوي الاشياء بسهوله، بس التركيز مثل العضله، انت كل ما تمرنيها كل ما بتقوى. سو اذا عنده شيء بده يساوي يقعد ويعقد ايه يقول معلش انا هلا حساوي هيدي الشغله الوحده، ما بدنا نساوي شغلتين ثلاثه بنفس الوقت، قدراتنا محدوده هلا، خليني ركز على هيدي الشغله. واذا شغله كبيره نقسمها لاجزاء مثلا. وكثير اذا بدهم يساعدوا حالهم يتعلموا شيء جديد، يعني ما ضروري يضلوا قاعدين على الاخبار يقولوا بدي اخذ انا نص ساعه ساعه، اتعلم كلمات بالانجليزي مثلا او اتعلم لغه او اتعلم طبخه لطبقها. يعني قصدك انه نلهي حالنا عن اللي عم بيصير ونخلي تركيزنا على شيء ثاني بنحبه او بهمنا. مزبوط، المهم يحفز لك دماغك. ليه عم نقول يتعلموا؟ بده يجبر حاله الواحد يفكر شوي. وفي طريقة انك مثلا تقري معلومة انت بعيدة عن الاخبار هلا، خلينا معلومة اللي بتفيدنا صحيا ونفسيا، قول انا بدي فوت فيها بعمق، بدي مثل احفظها لخبر مريات عنا هلا بس شوفها، مثل بتسمعي لها اياه. هيدا التمرين اللي بنصير بنعمله. اذا الواحد كثير ما عم بيقدر يركز وعم ينسى شغلات، معلش بدنا نعمل إدارة للذاكرة، بأنه الواحد يصير يكتب شو عنده يساوي خلال النهار. مريات منساويهم هولي ومنصير منشيل عنا، يعني ندير نحن النسوان. هلأ في ناس كتير بتقول يعني بتلخبط التقدم بالعمر، مرات بصير عنا هيك شغلات أنه بتصير أنت عم تنسي وعم بتلخبطي وهيك. سو بدنا نفرق بين حالة الضبابية اللي منقطع فيها وبين أنه بس
هولي لانه ضمننا عم بيشيخ مثلا يعني. سو بدنا نضلنا عم نمرن دماغنا وتضلك متواصله اجتماعيا. هل الكافيين بياثر هون؟ يعني شرب القهوه، شرب يعني كل شيء هيك منبه؟ حلو السؤال، لانه كتار بيتكيفوا مع هيدي الشغله بانه يشربوا قهوه. مزبوط، القهوه بتنشط الواحد، بيصير عم بيقدر هيك يفيق ليركز اكثر. صح، وبتعطيك هالدوبامين، مشان هيك في ناس بيتكلوا عليها لقطع نهاري بالشغل انا، بيصيروا عم بيشربوا قهوه كثير. طيب كثير منيح، بس ما هي كثره القهوه بعدين تعا نام بالليل ما بينام. هيدي المصيبه. ولما ما بينام الواحد بتكتر الضبابيه بترجع. او اذا شرب القهوه تنشط راح مفعوله، بصير دخيلكم بدي فنجان ثاني. سو كثرتها القهوه ما منيحه. وحتى الكحول، يعني في ناس بتتكيف مع هذا الضغط بالكحول كمان، لما بيطلع الجسم بيطلع من الجسم الكحول بتكتر هالضبابيه. هلا في ناس بيسالوا طيب اذا باخذ فيتامينات انا بتساعدني بالضبابيه؟ الابحاث بهذا الموضوع مخلوطه. شيء يعني هي اذا كان في نقص بهذا الفيتامينات ايه بتصلحه، أوكي. بس اذا الاسباب اشياء ثانيه ما كثير حتصلحه. اوكي، ما كثير بتلعب دور. الافضل دائما نشتغل على اسلوب الحياه تاعنا، أوكي. لنقدر نخفف هيدي الضبابيه اللي عم بتصير معنا بالنهار، لانه عواقبها عند كتار كثيره. يعني بتتأثر حياتهم اليومية طبعاً. ما عم بيعودوا يساووا شيء طبعاً. حتى الناس اللي بتشتغل عم بسمع كتير أن المغتربين انه طيب مضايعين معنا، انه ما قادرين كمان يركزوا على شغلهم، مش مركزين. صح، سو هيدا بيتاثر حتى اجتماعيا. يعني مرات انت ما بتلاحظي حالك، ما بعرف اذا عندك يا هيدي الضبابيه، بس بيكون الواحد قاعد مع بمجتمع بجمعه اذا كانوا اكثر من شخصين ثلاثه وشطحتي. اكيد هيدا صرت لا 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 اكيد، فعم بتصير هيدي اجتماعيا. ايه، حتى بتعرفي مساوئها هيدي الضبابيه، انه الواحد بصير ما قادر يرجلج عواطفه لانه ما قادر يركز يقعد وانه يهدي حاله، فبصير كثير الواحد عم يعمل ردات فعل اندفاعيه بدون تفكير، ما قادر يفكر. فمنشان هيك عم نسمع بين مشاكل كثير عم بتصير، هيدي ناس مضغوطه، ناس معصبه، خلينا نقول انه الناس كمان معصبه. إيه، فهيدي الضبابيه اللي عم تلعب دورها هيدي الفتره، على امل انه تروق الدنيا وتروق الاحوال. بس بهالوقت مثل ما قالت دانيا، لازم كل واحد يشتغل على حاله، يمرن ذهنه، يقدر يلهي حاله بحيلا شيء ثاني ولو لنص ساعه ساعه من الوقت، كرمال يضلوا عم بيكون عنده نشاط ويضلوا مثمر بهيدي الفتره. يعني بدكم تعملوا، خلينا نقول بدهم يعملوا توازن ما بين متابعه الحرب والضبابيه اللي عم بيعيشوها، ومن ميله ثانيه بدهم يكملوا حياتهم الطبيعيه. ياخذوا بريك ذهني شوي، ما عليه انه يقول الواحد ما عليه انا بدي راحه، اقعد ما فكر بشيء هلا، انطفي هيدا شوي، ضروري التفكير اذا فيكم. يا ريت. شكرا كثير لك دانيا، شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك.